شوفي ست الكل، خلي عنوانك طول ما انت مع باسل ممنوع الفشل. انا بعمري ما حطيت ايدي بشغلي الا وزبطت. انت محظوظة كتير لاني انا معك. وين بدك تلاقي مثلي هيك عنده كل هالاوبشنات؟ وين قولي لي؟ ايه انت بسم الله عليك، يعني فول اوبشن مع فتحة سقف على فكرة. ترى يعجبني حماسك هذا. والله عجبني عجبني، ويعني هذه فرصة، ترى فرصة حلوة عشان نفتح صفحة جديدة. لا أنا هلأ هيك بدي أزعل منك. هاو؟ نحن طول عمرنا صفحاتنا بيضة مع بعض إن شاء الله. أنت بس بدي منك شغلة واحدة، تسلميني موضوع والمعاملات تبع التجار والسوق والقمايش، وخذ وعطي هدول القصص كلها، وتعدي هيك تتستتي ورا المكتب وتبلشي بقى تعدي 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 بالأرباح للصبح. يا سلام، ما شاء الله ما شاء الله. سلام. طيب بخصوص الفلوس، يعني أقصد بخصوص تعابك. لا إن شاء الله هي ما بنختلف عليها. إحنا خلينا نبلش بالشغل بالأول، وبعدين لكل حديث حديث. يعني أنت ما رح تظلميني، أنا بعرف بدك يعني نتعامل براتب بنسبة شو ما بدك، أنا جاهز وهلأ هم مستعد وقع لك على بياض هيك. مساء الخير. أهلا حبيبي نور. أهلا أهلا بالسهر الغالي والله. تعال حبيبي اقعد معنا، ترى باسل خلاص بيشتغل معي في المشغل. شو شبه؟ ما في كلمة مبروك؟ لا good news. زين يلا عن إذنكم أنا بروح، أنا متعبان. إن شاء الله good night. إيه ست الكل، مثل ما قلت لك من الأول، طول ما أنت مع باسل ممنوع الفشل. يا سلام. خالك النصاب هذا وش جايبه عندنا؟ ستك هي اللي طلبت منه إنه يجي، وأنا كرمالك لا نزلت ولا سلمت عليه ولا حتى طلعت من غرفتي كمان. وجدتي بتكون الضحية الجديدة له، قاعد يمثل عليها إنه يبي يشتغل معها في المشغل. منصور أنا ما إلي علاقة بهذا الموضوع. بس أنا لي علاقة في الموضوع، وهالموضوع ما راح يتم لو على جثتي، ما راح أسمع لخالك إنه يتمادى أكثر. تفضل. كان فيك تكون طبيعي وتفرد وجهك وتتصرف مثل العالم والخلق قدام أخي، بدل السم اللي كان عم ينقط من وجهك لما شفته. أنا أنصحك إنك توخرين أخوك عنه، لأنك عارفة زين هو شو مسوي معنا. والله من شفته موطط عند المشغل إني لا أحش رجول أحش. حقك. طب يلا انزل لعند ستك وخبرها هذا الكلام. بس المهم تعرف شو تجاوبها لما تسألك ليش.